لكن في ميزه انه الذي يجاور المدخن تجيب اشياء ما تروح حتى للمدخن، وهي مكان احتراق السجائر، الدخان المباشر، لانه هو عنده فلتر، المدخن فيه في طرف السجاره فيه فلتر، فهو ياخذ الدخان المفلتر على انه ضار، لكن اللي الى جواره ياخذ المفلتر وغير المفلتر، فمعناته انت تضر من يصاحبك ومن يجاورك برائحه الدخان وبحرق السجاره بدون فلتر. لا اله الا الله. طيب يا دكتور، بعض الناس يقول جدي عمره 80 سنه ومدخن بدون دخان اخضر اللي هو بدون فلتر بدون شيء. نعم. ومات طبيعي، يعني ما مات لا بسكته ولا بسرطان ولا طيب. شيء. هذا يسوقنا الى كيف نثبت ان هناك علاقه ما بين التعرض او شرب الدخان والسرطان. كثير من الناس يعتقد انه لان هناك من جاوز المئة وهو مدخن ولم يصب بالسرطان فيقيم الحجه على ان التدخين لا يسبب السرطان. هذا الاعتقاد غير صحيح. علميا يجب ان نعرض مجموعه للدخان، وهذا لا يجوز اخلاقيا، فلذلك نراقب مجموعه تدخن ونراقب معها مجموعه اخرى لا تدخن، ونتابعهم عبر الزمن لمده لا تقل عن 10-15 سنه، وهي المده الكافيه لوجود السرطان. ونبحث عن نسبة انتشار السرطان بين المجموعتين بعد 10-15-20 سنة. أثبتت الدراسات بما لا يقبل الشك أن نسبة إصابة السرطان بين المدخنين هي ضعفي وزيادة عن غير المدخن. ولكن هل غير المدخن يصاب بالسرطان؟ الإجابة نعم. هل المدخن ممكن لا يصاب؟ الإجابة نعم، لكن نسبة حدوث السرطان بين مجموعة المدخنين هي ضعفين وزيادة عن غير المدخن. شباب قاعد تسمعون المعلومات والاحصائيات ولا شغالين في الطبخ؟ بس انا سمعت ان فيه النساء والشباب اللي بدأ يشيشون، وان الضرر على اللي دائما مع المدخن وزي كذا، صح ولا لا؟ صحيح. قلبين هذا اللي من الخرش. ها وين وصلت يا سعد في طبختك؟ وصلت الطايف الحين الرياض. لا والله صايم. ها وين وصلت؟ وصلت الحين خلاص، بس احتري ينجح او ينضج، احنا نقول ينجح، عاد ما ادري شلون، احس اني جاي اسمع امي الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها. فاحس تدري بس ينضج عشان احط الشاورما حقتي. طبعا انا احب السلطه، احبها تكون شوي على ما قال تكون باللون الاحمر. زياد متابع موضوعنا؟ ايوه يا قلبي. موضوع الدكتور؟ متابع. وصلت الى نقطة انه يتعزمون على الشيشة وعلى الدخان. هذا قبل كم؟ قبل خمس دقائق. هذا جونا قطع دجاج. لا هو قاعد يتكلم ان الشخص في بعض الناس ايش يقول؟ يقول جدي مات عمره 80 سنه وهو يدخن، لا اله الا الله، ودخان اخضر ولا جاه سرطان. انا بدخن لان اصلا ما هو عامل وراثي عندنا في العائله. ما هو في كل جسد نفس الافرازات او نفس التحمل او نفس. لا هو يتكلم عن كم يا دكتور النسبه ضعفين الشخص. أيوة. المدخن احتمال ان تصاب بالسرطان اذا كنت مدخن ضعف غير المدخن. يا الله. يعني نسبه يعني الاعلى 2.5 حتى تقريبا. طيب وكل انواع التدخين اللي هو قلنا المعسل وقلنا اللي هو الشيش والمعسل والارجيله والغليان يعني اشياء كثيره كلها اساسها التبغ. اساسها التبغ. التبغ اشد خطر اخطر شيء. يعني خلينا نتكلم عن توزيع المشكلات. مثلا اذا انت تستخدم مثلا النشوق او الشمه او التنبول، الاشياء التي توضع في الفم، فهذا يصيب موضعيا المنطقه اكثر من اماكن اخرى. لكن لو انت تدخن سجاره، السجاره مشكلتها انه في شيء موضعي اللي هو بالفم والبلعوم والمريء والرئتين، طيب ثم الجزء الذي يتسرب الى الدم ماده القطران والنيكوتين تذهب في الدم فتنتشر في كامل الجسم، فلذلك الدخان او التبغ المدخن يسبب سرطان تقريبا في كامل الجسم، ويمكن ان يصيب اي جزء بالسرطان. طيب هل التدخين مرتبط بالوعي الاجتماعي، الوعي الصحي، الوعي المعرفي عمومه يعني؟ والله انت تسوقنا الى تعريف التوعيه. انت واعي يعني انت تعرف. المعرفة لوحدها لا تكفي. الدليل انه البكتات مكتوب عليها الدخان قاتل، وننصحك للامتناع عنه، الدخان يسبب ويسبب ويسبب. فالمعرفة موجودة لكن ما زالوا يشربوا ويدخنوا. فلذلك اذا اكتفينا بالمعرفة كوسيلة للتوعية لن نصل الى الاقلاع على التدخين. لكي نقلع على التدخين نحتاج الى توعية مؤثرة. تعريف التوعية او التثقيف عملية تؤثر وتغير، حتى التأثير لوحده لا يكفي. لازم تغير. يؤثر ويغير. اعطيك مثال غريب شوية. كنت مع واحد من الزملاء في السيارة، تقدر تعرف فتحة البنزين فين في السيارة من الطبلون صح؟ كيف تعرف؟ في إما إذا اليد على اليمين أو على اليسار أو يحطوا سهم صح. فأنا راكب معاه في سيارة ولده، استقبلني في المطار وإحنا رايحين، فأنا لسه بقول له المعلومة عنده، فشاف إنه يحتاج بنزين، فوقف في المحطة يقول لي معلش طالع شوف هو من عندك ولا من عندي؟ طبعا دوبي مديك المعلومة.
الإجابة موجودة أمامه، لكن أقصد لأنه ما استفاد منها، فبالتالي يحتاج إلى مرحلة يحول المعلومة إلى تبني وتوجه قناعة، ثم إلى ممارسة. هي ثلاث مراحل: المعرفة، التوجه، ثم السلوك. لن يقلع عن التدخين حتى يكرهه. طيب أول مرة يعرف أنه ضار، ثم يكرهه، ثم يقلع عنه. أنت الكلام ده تكلمه للضمير ولا تكلم للأم والأب ولا الكم؟ لأي شخص يقلع. أديك مثال آخر: عملية التغيير كيف تتم؟ في ناس أصلا يعتقد أنه ما يحتاج يبطل الدخان، ما يستوي شيء. كل الناس يدخن زي ما أنت قلت من شوية، كل العالم يدخن، وحتى اللي يدخن ما يصير له لا سرطان ويموت عادي. فهذا ما عنده نية أصلا يقلع. إذا نوى أنه يقلع، عندنا عيادة خاصة بإقلاع التدخين في كل مناطق المملكة، ومكة فيها عيادة خاصة بالإقلاع. في جمعية، جمعيات، عندنا مركز خاص بالإقلاع على التدخين موجود في مكة في واحدة من الأحياء. فلو جاك واحد يقول لك أبغى أقلع، معناته عنده نية الإقلاع. أما اللي ما جاك ولا يسأل، هذا صعب أنك تدخله في دائرة التغيير. فدائرة التغيير تبدأ بالوعي والإدراك، أنه الآن مدرك أن هناك مشكلة، فينوي الخروج من هذه المشكلة. طيب هل النية الواحدة تكفي؟ لا تكفي، لازم نحركه يعني من منطقة الوعي إلى منطقة الرغبة الجادة في التغيير، ثم اتخاذ الوسائل اللازمة. مثلا نبغى ناس تساعده، بطل تدخين لما يجلس مع أصحابه المشكلة، المجتمع لا يساعد، يعزم عليه بالسيجارة يقول لهم بطلت، إيش حيقولوا له؟ الله لا يوريك المشكلة، يقولون يا عم انت امس كنت تدخن، نفس يفوت ولا حد يموت، والكلام اللي انت تعرفه يا عم، ولا الحرمة، ولا وزارة الداخلية، ولا مشيتك على العجين، ولا خايف، فاضطر يرجع يدخن. فلذلك اكثر مرحلة يحتاج فيها لما يوصل الى مرحلة انه يجرب يقلع، يحتاج احد يساعده. وفي امثلة كثيرة في التغيير، لكن التغيير الحقيقي، منظمة الصحة العالمية تقول حتى نقول ان الشخص مقلع ينبغي ان يقلع لمدة عام كامل. الإقلاع لمدة شهرين وأسبوعين ما تكفي، راح يرجع، يعني احتمالات العودة كثيرة. يعني أنت الآن جزاك الله خير جاوبتني على سؤال كان عندي، كنت بعطيك إياه كذا، اللي هو كيف الطبيب يدخن. لكن دام أنك فعلا جبتها، مو مهم شيء المعرفة بس. الأطباء للأسف، يعني أنا أحد الأطباء، لكن الحمد لله ما عمري دخنت، ولكن أنا أعرف من زملاء المدخنين اللي شافوا أثر التدخين على المرضى أمام عيونهم، وشاف اللي جاته جلطة، واللي جاته ذبحة، اللي دخل العناية المركزة، واللي خرج من العناية المركزة وممنوع بالإكراه إنه ما يدخن، لأنه دوبه خارج من العناية المركزة بدل عنده جلطة أو ذبحة في الصدر. فبالتالي هذا الطبيب أكثر واحد يعرف المعلومات ويرى المضاعفات أمام عينه، لكن هذه المعرفة لا تكفي إنه يقلع. ليه يحتاج إلى مؤثر مختلف. يمرض هو بنفسه مثلا؟ ممكن يمرض، وحتى لما يمرض ممكن ما يبطل. أنا أبغى أي حاجة تأثر فيها. التأثير ممكن يكون، أنا عادة عندما أعطي محاضرات للإقلاع للتدخين أقول له ممكن المعول التغيير ممكن يكون ديني، ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون اقتصادي، ممكن يكون نفسي، ممكن يكون. أديك مثال: واحد من الناس أقلع عن التدخين، وهذه تجربة حقيقية، أقلع عن التدخين لأنه واحد من أحفاده، فهو يحب أحفاده بالذات، مثلا يحب واحد من أولاده، فيحب أولاد هذا الولد أكثر من أولاد الباقيين، فكلهم يجوا إلا هذا ولد الولد اللي يحبه، فيقول له ولد تعال أحضرك، يقول له لا يا جدي، لا ريحتك يا الله. فتخيل، يعني يقول أنا أحرم نفسي من حضن بنايا وما أعز من الولد إلا ولد الولد بسبب الدخان، يقول والله ما أشرب وأقلع بسبب هذا. فهذا مؤثر. شوف موقف صغير. واحد ثاني عمد لمجموعة كانوا عسكر، المحاضرة كانت حوالي 600 شخص وكانت مفجعة بالنسبة لي، فسوى فيها مقلب. المفروض يجيبوا ناس مدخنين وغير مدخنين، فاكتشفت أنا أسوي سؤال عكسي، أقول لهم اللي ما يدخن يرفع يده. طيب تعال أدور واحد يرفع يده، ما في، طلعوا كلهم مدخنين. فلما خلصت المحاضرة بعدها بشهر اتصل بواحد يقول له دكتور الله يجزاك بالخير أنا أقلعت عن الدخن. قلت له إيش اللي خلاك أقلعت عن الدخن؟ قال لي بصراحة السبب أصلا صديقي اللي في الدورية معايا في يدخن، فأنا أتأذى في البداية من الدخان، فقال له عشان ما تتأذى دخن، تعلم الدخان، فصار ما يفرق معه. لكن يقول لي صادق غيرت الدورية، رحت لواحد ما يدخن، فهذاك يقول لي العكس أثر فيه عكسه، إنه قال له أنا ما أطيق الدخان، أنت بتدخن؟ يقول لي نزلني وخليك في السيارة أدخن زي ما تبغى. يقول لي إحنا في الدورية مع بعض ما يصير، يعني خويي. يقول لا والله أقلعت أنت تدخن عشان خاطر خويي. واحد ثالث أقلع لأنه حسبها اقتصاديا، حسب عدد السجائر عبر 10-15-20 سنة، طلع بقيمة الأرض اللي نفسه اشتريها كانت 200,000 في ذاك الزمن الجميل، الأرض ب 200,000 والدخان على 20 سنة حوالي 200,000. قال يا الله أنا بدخن ب 200,000 قيمة أرض نفسي فيها،
لن أدخل. أنت جبت كلامك جدا جميل. أنت جبت كلام الدورية. شو رأيك بس شوي ندخل على الغذاء؟ إيه جدا. نأخذ دورية عليهم. نسوي دورية عليهم. تفضل خلينا نشوف كيف طبخين الشباب وكيف وضعهم وكيف أمورهم. الله يحييكم. هذه شاورما دي الحين ما شاء الله تبارك الله. السواد هذا اللي يطلع في الصاج دكتور هذا مو كربون مضر ولا؟ لا هذا احتراق للماده اللي بيحطوها ما هي مشكله الزبادي ولا الخل ولا انت تسمع عن المحمر والمشمر والمقمر هذا مقمر لكن شبره يا ابوي ما تقدر تشوف ايش تجيب من الدكتور على راحتك يا زلمه على راحتك اهم شيء ما في زيوت كثيره امور طيبه يعني زيت زيتون وهذا بس مسح بسيط عشان بس البصل ما يلزق ممتاز ممتاز يا سلام يا سلام يعني ان شاء الله حتفطروا لنا شاورما اليوم باذن الله الله هلا بس لا تحرص يا دكتور ها احنا نتكلم في سيره التدخين وكيف بطلوا طبعا ندخل على مكونات السيجاره بس في موقف حصل واحد من الشباب يقول رحت عند واحد مطوع من اخوياي ملتزم شخص يقول يحبنا هم اثنين مدخنين يقول ايش سوى؟ جاب لهم والله جاب صحن الله يكرمكم فيه تراب وجاب لهم صحن تمر قال والله اعذروني بيتي ما في طفايات لكن يعني اقبلوا يعني اساس طفون فيها يقول والله العظيم انا اعرف انها مقصوده منه حط الصحن فيه شويه تراب عشان ايش يطفون فيه ما في طفايات يقول من بعدها وجيت البيت اللي كان عنده كرز في البيت يقول قطعته كله تقطيع لان موقف صعب شوف كيف اعطاني وقدم لي بطريقه اللي هي لسعه شويه صحيح مو انا اقول لك لانه سبحان الله كل انسان عنده مدخل في تفكيره يساعد على الاقلاع وممكن موقف معين يعني هذا اللي اقلع عشان مو قادر يحتضن طفله لانه طفله ما يقبل الرائحه انا عارف برضو احد اقاربي بطل التدخين لانه زوجته يغمى عليها من ريحه الدخان سبحان الله فمو معقول يعني لسه عريسه طيب المكونات هذه دكتور انتم تبالغون يا الدكاتره ولا من جد شوف المكونات نحن لا نبالغ اعطينا المكونات عدد المواد الكيماويه التي موجوده في السيجاره الواحده طيب تصل الى 4000 ماده لكن المعروض هنا فقط المواد اللي مسرطنة واللي ممكن لها علاقة بالأشياء اللي نعرفها النيكوتين النيكوتين والقطاع المفروض كلكم تعرفوا المواضح إيه؟ لكن أول أكسيد الكربون هذا هنا يوجد غاز تام كلنا نعرفه أول أكسيد الكربون الدليل أن الفحم إحنا في الشتاء نقول لهم بلاش تقفل على نفسك تولع الفحم عشان ما يصير ليش؟ لأنه أول أكسيد الكربون ليس له لا طعم ولا رائحة ولا لون وبالتالي تشمه وتروح فيها وأنت ما تدري وأنا أجيكم كنت أسمع برنامج لبعض الناس اللي أصحاب الهمم صارت حريقة عند الجيران وشاب فزع فالدخان كان يقتل العيلة كلها فك الباب طلع كل كامل الأسرة هم نايمين ما يلو ليش؟ لأنه هذا الغاز الثاني يتسرب فبالتالي أنت تدخل عنوة فبقول لهم أنت تشتري السيجارة بالمال وتحرق صدرك بهذا المال فأحيانا أنا كنت أقول لولدي أحمد أقول له يا ولدي فكر معايا اللي يمسك ريال ويحرق وإيش تقول عليه؟ مجنون مجنون طيب اللي يحرق الريال ويحرق صدره؟ مجانين في واحد خلاص هو ده اللي بيسدوا انت بتحرق الريال فهذه ماده اول اكسيد الكربون في مواد سامه موجوده في المبيدات الحشريه زي السيانايد والكادميوم حقت البطاريات المواد كثيره لكن اهم شيء انه هذه المواد ما تمثل ولا 10% من المواد الفعليه الموجوده في السجائر الأسوأ من ذلك انه انت تستمر تدخن فيها انا كنت اقول له اديكم مثال ليش احنا لما نجينا موجه غبار نسك ونشوف كمامات ليش؟ عشان انت ما تبغى ريحه الدخان والعوادم حقت السيارات صح؟ طيب العادم اللي يطلع من السيجاره لا يقل سوءا عن عادم السياره، بقول له انت بتدخن بتضر نفسك، طيب ايش رايك؟ نسوي منك فائده نمشيك ورا التريلات ها؟ شو ملنا ايه؟ طلع لنا ايه؟ خلي السيارات تمشي نفسها ونظف العوادم حقت السيارات يعني اذا انت مدخن خلي منك فائده طيب هي ضاره عليك انت قابل بالضرر اقبل بالضرر لكن ينفع المجتمع امشوا في الشوارع يا مدخنين صح وقللوا العوادم حقت السيارات اشبطوها شمشي مو احسن من الدخان على قد تنظفوا البيئه يطلع لكم فائده على قد مع ان رمضان فرصه ذهبيه للي بيطلع التدخين رمضان شهر مبارك شهر فضيل ومن السنه انك انت تستاك في رمضان وخارج رمضان من المفاتيح الرئيسيه تستاك استخدم السواك بدل الدخان اعطيني موضوع السواك شباب احد عنده مشاركه في موضوعنا او عنده كم باقي تقريبا باقي تقريبا 8 دقائق يا شباب في احد عنده مشاركه زياد سعد ولا ما انا مشغلهم اليوم الشيفت تعبهم اليوم مشغلهم السواك يا دكتور طبعا هذه الشجره تقريبا توجد في الجزيره العربيه ما اجملك يا سواك ها وصلى الله عليه وسلم لو اقول لك عدد الاحاديث التي وردت في السواك لا تصدق يعني انا جبت مقاله انا نفسي ما صدقت انه انا اعرف حديث او حديثين ها انه مرضاة للرب مطهرة للفم ولو كنت امن او كما قصر الاذن لامرتم بالسواك عند كل صلاه هذا الاثنين انا اعرفهم
لكن وجدت انه في احاديث كثيره تتحدث، لكن خليني كطبيب اكلمك على الجوانب الطبيه العلميه في السواك. من المفارقات استخدم السواك مع فرشه والمعجون. المعجون المواد الكيماويه المصنعه لا ترقى الى مستوى السواك، هذا واحد. اثنين، لو استخدم